ونشوف الأستاذة آمنة، أستاذة آمنة من سوهاج. أستاذة آمنة، السلام عليكم. أيوه يا أستاذ عمر، ازاي حضرتك؟ سامعني يا أستاذ عمر؟ الحمد لله. أنا كل عصر سني 80 سنة يوم. يا أم أنت لسه شابة يا حبيبي. لي 80 سنة وتعلمت الصلاة وأنا في رابعة ابتدائي، بس ما نعرف نقرأ غير هنصلي بالفاتحة والتحيات بس، ونصلي الفجر حاضر. واللي التعبان وقلنا انا تعبان نموت عشانه، ما نمشيش غير في الخير، يجي الخير مطبط عليا يا امي. طيب يا حاجه امنه، انت غالي عليا زي ولد. انا متصله لحدتك وخلاص. الله يا الله، كم مره الواحد بيجي له الجمال ده والحلاوه دي. هذا اللي قال عنه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم: لولا شيوخ الركع وأطفال الرضع وبهائم رضع لصب عليكم العذاب صب هؤلاء الناس اللي بنتحمي بيهم. يا ست أمنة، والله أنت على دماغي من فوق، والله الله يكرمك على هذا الجمال اللي أنت بليتي بيه قلبي. ربنا يسترك ويجعل ده في ميزان حسناتك، ويجعل محبتك دي تكون شفيع. يا رب يا رب، اللهم إني أتشفع عندك بحب السيدة آمنة عندك يا رب العالمين يا رب.